نورت نورت شرفت مرحبا الف مرحبا الف يا مرحبا تعال فل الغرام ونبتدي ونذكر الحب الحقيقي في صباح ونقبلك وفال وطن ونهم في ونوصل حدود الغزل الآخر مدى عساكم طيبين ملايين هاي طالع يا مرحبا ملايين مش حالكم عساكم طيبين نلعب نلعب سوا نلعب سوا ما لا شبيه نجاهر بحبه ونتنفس غلا حب الوطن في قلوبنا ما لا شبيه نجاهر بحبه ونتنفس غلا لا 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 يا هازي وأول ما حطت الغرام ومنتهى علوم الله يمسيكم بالخير ويطول اعمار اخواني اللي احبه ترى قد اشتقنا اشتقتونا هذه لعلي انا اللي مشتريها انا والله لعلي اللي مشتريها لكن شكرا الزبده يا طوال عمر والسلامه قد اشتقت لكم بشيت يعني اقسم بمن احل القسم اني في تركيا اتابعكم حسون احد كذا وعرفت اتكلم تركي اي سؤال تطلبونه اعلم يلا يلا اسمع اسمع كيف الحال ديرنم ديرنم بوناي ناسسن تشكر ديرنم لا 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 بسرعه يا عيال بسرعه كل فريقي فاشل بالتركي ايش طيب سلسو فيورو شباب شباب انتم مبدعين دري جميعكم مهم مدري بري دري 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 يا من ابراهيم يا خلينا نقول طيب من المجموعه اللي ما فيها ابراهيم
احمد الحيم ابشر المجموعه اللي ما فيها ابراهيم تجي ابشر بنا يا ابو خماش المجموعه اللي ما فيها ابراهيم تجي تعال بس بالصدق يعني هذا كلكم والله صدق ما في احد في باقي ذول هذول ابراهيم لا المجموعات يا رجال راضين على انفسكم يا جماعه سؤال هذا ابراهيم راضين تعال هلا للدور هلا مرحبا هلا بالفاشل هلا مرحبا بالفاشل عديم البريكات هلا مرحبا ايوه ايش اللي اخر ايش اللي اخر ايش اللي اخر كيف الحال ايش اللي اخر كنت تتبع ايش رايك اجلس هنا لو سمحت ابراهيم لا تجلس حولي عشان يجيك الله يبقيك يا عساف ويطول اعماركم الله يبقيك ويطول عمرك جعلني فداك حبيب قلبي يا عيال مجموعتي تعالوا هنا وكلكم التقدير والاحترام للمجموعه اللي ما دخلت ابراهيم الفشله هذول هم يا طول العمر والسلامه اللي في الابراهيم لكن يا طول العمر والسلامه لكن يا طول العمر والسلامه ان شاء الله ما هي عليهم على الليدرات حقتهم انا متاكد على شيء ما ارضى اسمع ما ارضى يحيى ابو الحيم جعل فالكم التوفيق وابغاك تعرف يا عيال تقبلون من اخوكم النصيحه ولا ما تقبلون نقبل اخوكم ينصحكم سيلسي فيرم نقبل فيرم الامور طيبه دم اشكر امكم الامور طيبه هاي طول اعمار كزم درم 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 ايه قلب درم هلا علي ملايين عليك بقلاوه زبده يا طوال عمر اصلم يعني اسلم اتمنى لكم كل التوفيق شاشه كره درب ابغاكم تعرفون جعلني فداكم ما وصلت هذه المرحله يا طويل العمر سامي لو انت لا والله اني امزح تشكر انتم مبدعين درب انتم مبدعين يا طويل العمر والسلام لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا عزل ابغاك تدخل ابراهيم واحبكم جدا مجموعتي تعالوا مع السلامة يا شباب السلام يا شباب السلام مع السلامة ما فيه مجموعة عارف تخربونهم اي هادي تخربهم انت هادي تخربهم اتمنى محمد يا شباب يا نادر بس بنطلع القرمش حقي في المطبخ ايش القرمش حقك بجيبه لك شوي ما فيه اقول ايش رايك تدخل بيتنا مرحبا والله مسهلا الله يطول اعمارك يا هلا ما شاء الله تبارك الله مجموعتي كانت اربعه والله انا حاسب باربعه 15 ليه؟ لكم تحيات كل مشروع مبروك ما شاء الله والدلع عندكم مويه ما شاء الله ما شاء الله معروفه ثانيه معروفه معروفه المعروف لا يعرف ارتاحوا يا شباب تفضل يا شباب الله يطول عمرك ما في مزح مع اللي لا وين قم طاعون انطدع والله اطلع اجيك يا سعود اطلع بس اطلع الله تعال شوف لا تحتك فيه برا مجموعه برا ولد نما طاعون خلاص يا عيال ازعاج يعني واحد ما يسوي اجتماعات مع أعواله واحد ما يسوي ندخلك في شروم يا عسل اقعد يا وين أعوالي هادي لا يعني تخليني أرحمك عشان الكويتي وين لو سمحت يا هادي لو سمحت اجلس لو سمحت أشغلني أنا ليدر هنا في البرنامج أهلك يدقون علي أكثر من أهلي أجلس بشر يا تانيا أطلع من عرفت الآن شوف البسة من اللي دخل شوف البسة البسة حن نعرف البسة شوف ما يحتاج وراك لا البسة ما عليكم هذا البسة أنت والله البسة أنت اللي جالس معي في الطاولة أنا متأكد من اللي دخل أول شيء السلام عليكم السلام كيف حالكم يلا حي عساكم طيبين الله يحييك اشتقت لكم والله مرة حتى حنا اشتقت لكم والله مرة حتى حنا والله من اللي دخل الكوفي شروم هي في حاجات لكن أنا الحين مبدئيا أقشطة قم قامت قعاصيم قلبك اطلع قم يلا قم قامت قعاصيم قلبك
اي والله قد رأيت أبوك من ذيك الأيام، أبوك إنه ما سمح لك تدخلنا قدر عن ولده يعني. كان عنده وجهة نظر. هات 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 الحين ما موضوع هدايا، انا جبت الهدايا بس لتبرير، انا بشوف ايش وضعك انت وياه الايام اللي فاتت، لان عندي امور واجد، لان عندي امور واجد يا طويل العمر والسلامه لازم اسالكم عنها. من اللي دخلكم في شهر الروم وبدا يسقط على اخوه عبد الله ويقول كفاله وما كفاله وما هم راضين، وناس متجمعين على الطاوله مسوين عفويين ها كوميديين ما نبغى ما ادري ايش نقل كفاله وما يعني محمد جاء. ما ادري والله هذه ايش نسميها، العلم فينا يا اخو. اسمع احمد حنيف هو راس البلد. لا 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 احمد حنيف هو راس البلد. انا اخواني يجعني في دام، يعني لا تظن انك ليدر انك قريب مني، هذا حتى ذو كله واحد منهم قريب مني. يا عيال اسالكم بالله من هو يا عيال؟ احمد حنيف. ومن؟ امي في ومن؟ صالح مين؟ سعود؟ ان شاء الله تطلع ابراهيم اليوم. اختار من؟ محمد تعال اختار من؟ اختار من؟ قال بعلمك انا بس امانه تقول لي ما شاء الله ريح بخور. ها ما بخور هي ريح بخور. ايوه فأذا قال أبغى فهد معيان. وين دبابك؟ ها؟ اسمه مرة برا ممنوع. قال عبد الله الخماش راح تركيا وسحب علينا ويلعنك. عاد ما أدري شو أقول. لعن؟ ما أبغى أحط شيء في دمتي بس إنه قال. وصالح؟ أنا ترى ما أبغى فتن. صالح. صالح مين؟ يسقط يسقط يسقط. يسقط صالح. أنا قلت. أرد. يرجع خويكم يرجع. انت غبي انت اصلا قايم تبغى تسوي مسوي تفرق بيننا انت تسوي تفرق بيننا الحين قايم تبغى تفتن ارجع مكانك يا رجل. كفو صلى الله عليه وسلم مجرد دعابه اللي بيننا اكبر يا ابو خماش. احنا يعني قربوا قربوا يا طويل العمر السلام قرب يا طويل العمر يا ولد ما صارت يا طويل العمر السلام يعني انا اراكم في اوضاع ما في سبيكر يا ما في سبيكر انا اراكم في مكان قوي جدا انا وأنا مسافر والله إني أتابع إذا شفت وجهك الأسود فيه. أنا أضحك يمكن أنا بس الداعم لك فلازم تقدرني أتكلم لكم جدي يا عيال أنا أدعمكم أنا حتى وأنا مسافر مهتم في شؤونكم ليه يا عيال صالح لأنك شف يا أبو خماش يا أبو خماش طلعت من هنا ماني مسكتكم برا أعطيتكم حاجات وقلت يا عيال عن إذنكم أنا بطلع صح طيب ليه دورتوا على أخوكم أبو خماش طلع يا حشرات 15 يوم ولا واحد منا نحمد الله ولا واحد ابراهيم واثنين جابوا مراكز انا ما اسالك عن هذه الحاجه جبنا لك مشاكل جبنا لك مشاكل هذا الشيء الاول جوالنا جبنا هربنا الشيء الثاني يا ابو خماش الشيء الثاني مجرد دعابه بيني وبينك جعل كل شيء يفداك تراني امزح حتى لو ولا اشوفكم انا اشوفكم ليه كنتم تمزحون في الشاشه ادري انكم لا ادري والله انا ادري انا بسيطه اي والله انا بسيطه جدا يا طوال عمر السلامه يعني شوف بقول لك حاجه بعيدا عن كل حاجه صارت نادر محمد بعيدا عن كل حاجه صارت والامور خلا عندك في الزاويه يا محمد اعطيني بالونات طيب بارك الله فيك رغم ذلك حن خمسه وقلب حبيبي حن خمسه وقلب يا سلام يا سلام حن خمسه اشخاص لكن على قلب رجل واحد صحيح هذه نقطه لابد تعرفونها شيء ثاني انا اشكركم انا اوقف اصفق لكم على الايام اللي فاتت هذه نقطه أبدعته الله يطول عمرك يا أبو مفرح يا حبيب قلبي جعلك والله تسلم يا الوجه السمور أحد أساطير الله يطول عمرك ونعم مليون لأني أفنى النعم به وبأخوياكم كلكم والله لو تجلس مكاني يا أبو والله اللي مرح مفرح ارتاح قلنا بنقسم لك جعلني والله يستاهل يعطيك العافية بس ما شاء الله هذا والله من طيبك والله انك اللي ضاري على العزايم الله اني ما عليك الكرم الله يطول عمرك جعلني والله افداك كملوا انا والله اني معجب فيه هذا الكلام والله انه جدي وانا اقولها بكل جد انا رحت وادري وراي رجال انا رحت يا طويل العمر والسلامه وادري الطيور شلوانهم ما هم مخلين شيء الا ويسوونه ابشر بنا تاكلون بيمينكم يا عيال شربنا شوف يبغى يتسمع ترى شوف كيف صب شوي لا هذه الحركات يا محمد ترى بالكاب الازرق عرفت كيف؟ محمد يعني مره ايش قلت لك؟ حط الشاي يا محمد تبغون براد الله يطول عمرك جعلني فداك خذها معك وده هناك يدفع الشاي بارد جعلني الله يطول عمرك جعلني فداك الله يطول عمرك الله يطول عمرك الله يحفظك الله يسر امرك الله يوفقك ان شاء الله جعل ربي يمد معك ان شاء الله تعرفون اذا طلبت منكم فلوس زبده طوال عمره السلامة والله نتكلم هذا الكلام بكل جدية يعلم الله أني رحت وقلبي مطمن وراي رجال
شربت. النقطة الثانية هي طوال العمر والسلامة، شكرا على كل ساعة ودقيقة تواجدت فيها في البث. أنا والله ماني أتكلم إني بصفتي ليدر، أنا قلت لكم من يوم هذاك اليوم إلى يومكم إلى بعدين إلى بكرة، أنا أخوكم، أنا أخوكم في أي شيء، رغم الشيء اللي صار والغياب اللي راح، لكن يعلم الله أنها كانت لقمة تعيش. نعم نعم نعم. وقد الواحد وده يترزق يهاج كم شوي في سرابته. أدور معك أبو خمار. نقعد سرابيتي لا متى لا بد أن عندنا. تعذر سرابيتي نضيع فلوسنا. فوالله إني فخور فيكم ويشهد علي ربي إني أفرح فرحة أنتم ما تتخيلونها برا. أقسم بالله. الله يخليكم لي ويخليني لكم ويجعلنا ما هو هذا البرنامج اللي يجمعنا. سنين ومنين أنا ما أطمح لكم وجنات الزبدة يا طال عمر والسلامة الزبدة. أمس وأنا نازل مع الطيارة أنا ما اختلع من الطيارة ما اختلع وأنا ما اختلع من الطيارة يوم نزلت اللي تجيني رسالة ترى أخوانك طيور شلوة ما حد دخل براي رحت عند الطيار قلت ما أرجع طري يا ولد أنا مرة والله نسى نستمر جبت لكم حاجة بسيطة هدية بسيطة من أخوكم قربها بس حاجات بسيطة الله يطول عمر والله ما أجيب لكم شيء والله ما أجيب لكم شيء أمتي هبها هني أمتي هبها هني تعال وقف إنه كرتون إنه كرتون كبير أيوة خاتي الخمسة خلوها هني بين ها أبوها في تراها ب120 ترى 120 يا عم صالح هنا افتح اقرا بعدين حبيبي اقرا بعدين اقعد يا شباب يا عوان اقرا بعدين طيب افتحوها يا شباب ابو خماش انا اعترض افتحوها كلكم انا اعترض يا ابو خماش ايش طارق ودك تمسي يا محمود تراني زايد خلاص ليش ابو ناصر شاي معجب وقف صالح فك الصندوق عشان الشباب يصبون قهوة جاهم الكرم اليوم ما شاء الله تبارك الله لا 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 لو سمحتوا يا شباب يا شباب يا شباب لو سمحتوا يا شباب لا تزعلون يا عيال ما يعرفوني إذا عصبت يا جماعة شوف هذا وين أقرأ كتاب ما قلت أعطيتكم وجه وأنا معصب علهم سالفتك في الطيارة سعيد مفرح انا اعرف انا اعرف اللي دخلوا الثقافة خليك رجل الثقافة انا عشان هنا لا 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 يا رب جاني والله افتح ارجعوا بس شوي وقتنا محدود يا عيال احمد ارجع معك يا ولد وخروا افتح تراني انا والله اني انا اللي مقفل هديه ومتحمس سعيد مقفلها عارف ما تحط مطرودهم عندي كريم سابلا والمعالم ضروره انت ولا ابو يعني والله هذا كرام يطول عمرك ابشر بالسعه خبط مع صالح ابشر بالسعه صوت 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 يا عيال صوت تعال اي وخر صالح صالح فين كذا ولا كذا وقف لا يلا ما عليه لا زينهم يا لا 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 انا خليتها هنا ليه تاخذها عجل عجل يلا الى كم يلا انتم متحمسين ولا ايوه متحمسين هيا نظفها نظفها تبارك الله شوفوا يا طوال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الصندوق الاول ماني اعرف اهدي ترى ماني يومني من سهرات عبيده يعني ترى احمي وتراحني والله جعلني والله افداك صندوق في صندوق يحسبوني يومني في قريه ماني اعرف لا 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 هذه الورده الاولى لك انت يا احمد الله يطول عمرك ويسعدك على مقاسك صغير شكرا ما شاء الله تبارك الله هذا خزامة وهذه الوردة لك يا نادر على شغلك وتعبك وهذه الوردة يا ابو الله لا يهينك الله يرفع قدرك على تعبك وشغلك الله يطول عمرك ان شاء الله وهذه الوردة لك يا شاعر رجل خزامة رجل خزامة خلاص بس كذا وتي بس انت هدرس تي ايش فيها وهذه ما تنفتح طوال عمر والسلامه وقف وقف كبها كبها هذه ما فيها شيء هذه ما تنفتح طوال عمر والسلامه والزبده فيها والزبده فيها الا توكلوا واحد منكم يفتحها بيده بدون سكي ابو صالح شرب يا رجال اجلس نادر اجلس يا نادر اجلس يا بدون سكين متاكد بي عنكم والله اني رحمتكم في ذمتي يا نظراتكم هذه اني رحمتكم يا طوال عمر والسلام هل هو يعني امور طيبه والله تحتزمون يا شباب لكنكم اخواني وتحتزمون بي في الظرف الكبير ما هي في ذي الله يطول اعمار الله صندوق في صندوق الصندوق الثاني شيكم يا عيال شفتوا هذا اختبار هذا اختبار القوة هاتشوف الصبر عندهم يعني بلا انت في اعلام انت بلا يعني بلا 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 عرفت كيف بدينا خلاص نحط هذا الصندوق هنا الامور طيب الكرت الكرت ما عليه واحد يشوفه ما هذا ما خلاص واحد يشوف مسوي وصلت لا 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 لا, لا. ايش مكتوب لحالك اقرا لحالك عشان نقراها احنا ما ادري من اللي جاب الهديه بس كاتب مسوي وصلت عندي يا رجال دز بعد اذنك يا عبد الله شوف 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 هات مسوي وصلت نادر افتحها افتحها الامور طيب الامور طيبه
اسمع اذا فيها علبه ثانيه انا بفتحها خلاص تفهم الله يطول لبيه عادي تسمعنا شيء بصوتك عيوني لك اسلم لا 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 بسرعه يا عامر ابو خماش والله احب من متى عودناكم يا شباب على المجموعات وقف هات 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 لا تفتح عناد هات نرجع لك يا اي صندوق بعد لا لا عطنا اغنيه كذا الله يطول اعماركم والله ما تذوقون هديه يعلم الله ما معكم علم يشهد ربي علي لو تنزل هني هدينا ما معك علم الله يسعدك ويطول عمرك يا سعيد والله اقول يا احمد حنيف قبل شوي سعيد اقول بتشوف الخير سعيد انت اشكال اشكال لا لا احمد نرجع على الخطه الاول خليك تشوف ابو جابر لا انت ابو جابر شوف الكرت يا ابو جابر ليه يا عيال والله شوفوا كيف اختبر قوتهم وصبرهم يا ولد فق 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 ايش مكتوب شوف شوف ايش مكتوب بعد ادري مكتوب شيء عطني عطني اشوف في ورده في ورده اسمع ايش مكتوب روح شوف جيب ابو خماش وقف وين الجيب الجيب موتر ولا جيب جيب وقف لا جيب موتر طيب هات افتح موتر جيب انا ارفع انا ليدر وارفع انا ليدر واغبر ما شاء الله جيب وقف وقف والله عندي شيء هناك روح هناك يا جماعه ليدر ليدر روح هناك يا جماعه ايش فيكم انتم تعال ايش الهدية جيب الورده جيب الورده وين فتت تعال هنا تعال لا لا مشعل مشعل القحطاني كان معنا في المجموعه بعدين سحب عليه وراح لخالد هنا تعرف هنا تبدا هنا تبدا معك الغبنه والقهر والضيم ولا خالد حامد الغبنه والله عندنا ما هي عندهم ليه اخو محمد عبد الله اخو محمد عبد الله شوف بقول لكم حاجه نقول لا تطالعوا تبغى نلقى خصم صح؟ لا 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 تطالعون انتم سووا كنكم مستحيل يا ابي سووا كنكم مستحيل انا بطالع بالورده هنا شفت اذا دخلت مجمع ولا شيء عرفت كيف؟ خليك مستحيل لا بالله شباب بالله. صالح لا تطالعون فيهم ما نطالع طبعا يطول عمره السلامة انا والله قصرت معكم واجد لا بالله ما حصل قصور اقسم بالله بس انك ابطيت دعاتكم انا ضيعت الورقه لعلي ضيعت الورقه بعد هي ورقه هي لا انا ضيعت الورقه لكن ما هنا مشكله طوال عمره سلامة الرجال هذولا قاعدين يشتغلون ويتعبون وقاعد أنا أشوف نجاحاتهم وإبداعهم وأنا برا ولو أسوي لو أسوي ما أسوي ما أوفيكم حقكم والله لو أسوي ما أسوي ما أوفيكم حقكم بداية فرصة لقدر نقول جينا نشارك في بداية فرصة لقدر نقول جينا نشارك في بداية فرصة ولقدر نقوي جينا نشارك في بداية فرصة ولقدر نقوي جينا نتحدى في بداية فرصة ولقدر نقوي جينا نتحدى في بداية فرصة ولقدر طال عمر والسلامة اسلم هذا الكلام اللي انتم ترددونه وتقولونه ترى عندي انا يا عبد الله يعني لي شيء كثير اي والله يعني شوف على رغم صغر سني يمكن اثنين يعني اكبر مني هنا لكن والله اني من دونك انت اكبر مني والله اني من دونك وانا ما وجدت هنا الا لخدمتك كفو انا قاعد اتكلم انا يعني العافيه مشى نادي اللي ضيعت بكره بعد ترى عندي خصومات ترى عندي ثقيل الزبده يا طوال عمر والسلام محمد بن جابر اسلم يعني كل واحد ها يا عيال ما لكم قفه جعلني فداكم لكني انا هنا في حاجه ولا والله الذي لا اله الا ما لكم قفه جعلني ما عدم ذا لوجيه يا اخواني اللي احبكم تعذرون اجعلني فداكم ف ايش من اللي يقول نمشي الليله يا شباب احمد الدنع عايض يقوله معك فيها عايض دنع دنع البس دنع البس محمد اني والله قد شريت مسامعك البارزه وانا قد شريت والله مسامعك البارزه من ايام التقديم والله تركض على وجه على على على, على ظهرك واجد تركض كذا هو شوف مسامعك كذا انا ما اتاكد اسمعني طوال عمرك الكرت وين راح يا عبد الله الكرت انا بعلمك ايش على قلبك يا غافل انا اخوكم اخوكم تعالوا هنا بس تعالوا ها من ذا اخوكم 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 ايش معك يا اخونا اسمع ترى قد اشتقت لكم والله اني قد اشتقت ما نبغى شوقك نبغى نعرف ايش النهايه انتوا تصوخون انتوا مشعل انت بالذات انت بالذات تروح لانك كنت معي في الفريق وسحبت علي روح يا مشعل يخذك خالد حامد دفلي. يلا انا تحسبين نسيت ما انسى الى يوم انت ولد صديق امي عادي الزبده بيضان وجهي اخواني روح السعد يا عيل استاذنت منهم معناته يعني ما لكم قرار في هذا الشيء لكن كانت يعني من باب يعني الادب والقوه ايوه عشان لا تزعطون على استاذنت منهم اروح 10 ايام في شغله وسافرت ابشركم واستانس ورجعت عندنا يوم رجعت هذه من تركيا صح؟ لا هذه من هنا
يوم رجعت يا طوال العمر والسلامة جاني الخبر يوم قلت لكم وين في المطار. أنا أقدم لكم باسمي أنا يا عبد الله خماش والشركة السياحية اللي أنا رحت معها جاهم الخبر أنكم أنتم يا أخواني اللي أعزكم وأغليكم أنكم قاعدين تتعبون وأنا مسافر. قالوا لكم لكل شخص منكم تذكرة محمول مكفول مدة 10 أيام في الدولة اللي يبغى. الله يطول اعمار. هذا اقل شيء اقدمه لكم يا اخوان. في البداية فرصة وليدرنا قوي جينا نتحدى في البداية فرصة وليدرنا قوي هذا العرض الطيب جينا نتحدى في البداية والله وتالله اني احبهم والله اني احبكم وانه اقل شيء اقدمه طبعا اخواني جعلني فداهم يستاهلون مقدم لهم المده اللي انتم تبغونها يا احمد صالح المده انتم اللي تحددونها بيض الله وجه بيض الله وجه لكن مبدئيا 15 يوم تذكره سكن فندق مواصلات مجانا في الدوله اللي تبغونها تستاهلون حب الوطن في قلوبنا ما لا شبيه نجاهر بحبه ونتنفس غلاه حب الوطن في قلوبنا ما لا شبيه نجاهر بحبه ونتنفس غلاه أصدق أحاسيس الله يحفظك يا استاذ